السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوكوك. اليوم ان شاء الله رايحين نحضروا مسكوتشو النفس. كما على بالكم المسكوتشو راهم يقدموها في الاعراس وفي كافة المناسبات. اللي تبغي تخدم يعني كوموند تاع النفس ولا انا جبت لك فكرة بسيطة نجمي ديريها تعتمديها كمشروع يعني تخدميها. الوصفة تاعها اليوم ناجحة وبسيطة. اذا بالنسبة للمسكوتشو المقادير تاعها كيما موالف ديرو مسكوتشو 4 بيض برك. كاين زوج مكونات راح نضيفهم لهذا المسكوتشو راح تعطيها واحد البنه بزاف هايله يعني كاع راح يستغربوا في البنه تاعها. اذا 4 بيض دونك بعد ما نضيف السكر والزيت تشوفوا المكون السري. نديرو هنا رشه ملح، نضيف كاس تاع السكر دائما في 4 بيض كاس سكر باش تجي الحلاوه هذيك هي. نضربهم بالباتور اللي ما عندهاش تنجم تخدم غير بالفرشاه ولا بالفويه تخلط. هي من الاحسن دائما المسكوتشو ولا لي كيك يعني تضربوهم بالباتور باش يجوا خفاف. نضربوا شويه البيض مع السكر ورشه الملح. بعد ما نخلطو مليح شفتوا اللون تبدل يعني يبدا يبيض شويه نزيدو الكاس تاع الزيت. هنا تبغوا تزيدوا الزيت غير بشويه وضربوا زيدوا. انا ما كاش عندي الوقت اللي درتو على مره. كاس حليب بعد ما تضربوا الزيت زيدوا الحليب. كاس زيت هي من الاحسن ديروه بالتدريج راكم تضربوا وزيدوا كاس تاع الحليب. كاع المقادير يكونوا بدرجه حراره المطبخ يعني الحليب خرجوه من قبل والبيض مش باردين. المكون السري هادو زوج مكونات كي تخلطوهم مع بعض يعطوكم واحد البنه ولا اروع. ربع مغارف كبار جوز الهند وقشور الليمون. قشور الليمون مع جوز الهند يتماشوا بزاف مع بعض يعني كي ديروهم في اي وصفه تاكدوا بلي راح تجي بزاف بنينه النكهه تاعها تجي هايله. اذا قشور حبه ولا زوج تاع الليمه اللي تبغي تزيد تزيد قد ما تزيدي الا درتي زوج راح تجي احسن. قشور حبات ولا حبه تاع الليمون وربع مغارف كبار جوز الهند او نوات كوكو. هنا عندي 3 كيسان تاع الفارينه تكون مغربله الفارينه الخاصه بالحلويات تي 45 ونضيف معها زوج اكياس تاع خميره الحلوى. وزن الكيس الواحد 10 غرام يعني هنا راني دايره 20 غرام خميره الحلوى. دو ساشي تاع لا لوفير شيميك. والطحين درت 3 كيسان 3 كوب تاع الطحين او الفارينه. الفارينه برك ما درتهاش على مره درك نبدا ندير بشويه ونخلط. نضيف الفارينة حتى نكمل العبار اللي عندي تاع 3 كيسان. نخلطها هكا مليح لازم الفارينه تدخل مليح في هي والخميره في العجينه. جبت هنا مول تدهنوه بالزبده ولا بالزيت وترشوه بالفارينه ونحطو الخليط تاع المسكوتش. تكونوا مسخنين الفرن من قبل باش تطلع لكم بالخف. بعد ما تديروا المسكوتشو او الخليط تاع المسكوتشو هكا في المول دخلوها واحد 5 دقائق في الثلاجة ومن بعد دخلوها مباشرة للفرن تطلع لكم بالخف تجي خفيفة وما تحلوش عليها الفرن يعني حتى طيب حتى تفوت 20 دقيقة ولا 25 دقيقة صديقوا الفرن تاعكم يعني حتى تأكدوا بلي طلعت وراهي بدات تطيب طابت من تحت باش تحلو عليها الفرن باش ما تهبط لكمش في الفرن. مهم الفرن يكون مسخن من قبل ومن بعد نقصوا النار وندخلوها طيب.
بعد ما طيب لكم المسكوتو لازم تخلوها حتى تبرد باش تخرجوها من عفوا باش تقلعوها من المول، يعني كي تخرجوها من الفرن خلوها تبرد وقلعوها من المول هكا باش ما تتفتتش. انا راح نزين نص تحب الشوكولا، ذوبت شويه تاع الشوكولا بالحليب وزدت لها شويه زيت، يعني في كل 100 غرام تزيدوا ملعقه زيت، ملعقه كبيره تاع الزيت. وهكا درتها في ان بوش وراني ندير هكا خطوط، يعني النص تاع المسكوتو زينتها بالشوكولا. والنص الثاني جبت سكر غلاس عادي بيض، زدت له شويه تاع الملون الوردي، ديروا شويه تاع ملون وردي في الماء. المهم طريقه تلوين السكر غلاس راهي موجوده في القناه، اللي بغات تشوف الفيديو، اللي ما بغاش تشوف الفيديو جيبي شويه سكر غلاس واحد ربع مغارف كبار ولا تاع سكر غلاس، وديري شويه ملون وردي في وعاء، زيدي له غير شويه تاع الماء، قطرات قطرات برك من الماء، يا ربي مغرفه صغيره على تاي تاع الماء، خلطيه وديريه مع هذاك السكر وحكي بيديك مليح هذاك السكر. ومن بعد هذاك السكر تفوتيه في الصفايه وتخليه ينشف، تفوتيه في الصفايه باش اللون يدخل في السكر وخليه ينشف، ومن بعد تزيني به، ديري اللون اللي بغيتي، صفر ازرق على حسب المناسبه اللي عندك. انا هنايا بعد ما درت الشوكولا زينتها بدراجي هذه تاع اللي تتباع في الاسواق الخاصه بالنفاس، اذا كانت عندك بنت ديري في الوردي، ولا كان عندك ولد نجمي ديري ازرق اصفر اخضر اي لون. اللي ما بغاتش دير دراجي يعني تزين بطريقه اخرى، ممكن ديري اشكال من عجينه السكر، عجينه السكر تطبعيها الشكل اللي بغيتي كما حنوريكم في الصوره، وردي ولا الازرق، وتزيني بها، ماشي شرط ديري الدراجي. هنا نخلوها حتى تنشف شويه الشوكولاته باش نرشو السكر. المهم طريقه تلوين السكر غلاس راهي موجوده في القناه، يعني اللي بغات تشوف الفيديو. انا هنايا كان عندي السكر ملون بصح وردي يعني كلاغ، ما بان لكمش مليح في الصوره، اللي تبغي دير شويه فونسي دير، انا درتو كلير بزاف هنا مع الاضاءه ما بانش، دوك في الاخر كي تشوفوا يعني راح نبدل بلاصه تاع التصوير تشوفوا اللون كيفاش داير. المهم راه كلير، اللي تبغيه فونسي كي دير الكولور دير تزيد شويه، يعني على حسب لا كولور اللي بغيتيها كلير ولا فونسي. حاولوا ما ترشوا هاد الحواف هادو، بعد هنا ديروا الحاشيه باش نزيدو نزينوها. يعني نربطوا هاد الجهه هذه اللي فيها السكر بالحاشيه، الطريقة شوفوا شحال يعني تي شابة. ان شاء الله تكون عجبتكم المسكوتو تاع نهار اليوم، كما شفتوا قسمتهاكم في بدايه الفيديو خفيفه وبنينه، جات بنينه ذوق نواتكوكو مع الليمون، قشور الليمون يجي هايل. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.